السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم ربي بالخيرات والمسرات والبركات، وأسعدنا ربي وإياكم وعافانا وإياكم. أشكر لكم السؤال والانشغال والاطمئنان، وعكة بسيطة والحمد لله على كل حال، لكن أحببت أن أشارككم إياها لعل فيها عبرة ورسالة وفائدة. مع توالي النعم علينا وتتابع النعم نغفل عن حالنا الحقيقي، وأننا ضعفاء فقراء مساكين لا حول لنا ولا قوة. كثير من الناس في عزه وعنفوانه وصحته يغفل عن شكر النعم التي أنعم بها المولى عز وجل بيده. فنحتاج إلى وقفة، إلى صفعة، إلى تنبيه حتى تتنبه لحالك وما أنت فيه. هذا الفراش الأبيض هي وقفة قد تطول عند كثير حتى تنتهي به إلى الرحيل، وبعض فقط هي على قولتهم فركة إذن، تنبه، راجع الحسابات وانتبه لنفسك. ما أجمل تلك الكلمة التي قالها أحد العلماء، علماء السلف، لرجل كان من المتكبرين والمتجبرين غافلين. قال: ما أعجبك يا ابن آدم، تدميك البقة وتقتلك الشرقة. تدميك البقة أي الجملة، الحشرة الصغيرة أو البعوضة، تنزل دمك هالبعوضة دي، وتقتلك الشرقة، تشرق بالمويه، جقمة المويه دي تشرق بها وتموت. ضعيف من آدم. أسأل مولى عز وجل أن يرفع عني وعن جميع مرضى المسلمين، وأن يجعلني وإياكم ممن يستفيد وينتفع بهذه الرسائل والعبر، وأن الله عز وجل يختم لي ولكم بالصالحات. سامحوني ودعواتكم.